يعطيكم العافية. اليوم راح أكمل شرح آخر 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 شغلة بشابتر 11 السكشن الثالث والرابع عشان يخلصوا. في عندي نظرية إيش بتحكي لي؟ في بحكي لي إذا كانت اللم ليمت لما أن حتقول للما لا نهاية واحد زائد أي على أن القل قوة أن إيش بتساوي؟ مباشرة إي قوة. إيش هذا المعامل هون؟ بشرط إن هاي تكون موجبة إيه على معامل يعني هاي معامل الآن واحد. يعني إيش بتصفي إيه قوة إيه؟ فهمتوا كيف؟ هاي يعني بيجي بحكي لي احسب الليمت، بكون معطيني سيكونس جاهز بحكي لي أوجد الليمت، بكون على هذا الشكل. يعني في فكرة إنه واحد زائد إيه الآن إيه قوة إيه بهذا الشكل. يعني بيجي بحكي لي خلينا نشوف مثال زي هيك. بيجي بحكي لي واحد ناقص خمسة على أن الكل قوة أن، تمام. بيجي بحكي لي هون طبيعة السؤال بيكون الكويشن طالب مني find limit، تمام. أول واحد اللي هو هذا إيش مباشرة تساوي limit لما أن حتقول للما لا نهاية واحد ناقص خمسة على أن قوة أن. إيش هاي حسب النظرية؟ هاي نفس النظرية، هاي سالب هاي موجب، أنا بدي إياها موجب. يعني إي هاي إي اختلفنا عليها، لا هسا إيه كانت بتساوي سالب خمسة، مش خمسة سالب خمسة، ومعامل هاي واحد يعني بتساوي إي قوة سالب خمسة، تمام. هاي أول أول شكل يعني بيجيب لي إياها ممكن بهذا الشكل مباشرة. انتبه إنه هون ممكن يحط لي معامل مع الآن، فبتصير خمسة يعني لو حط لي اثنين هون خمسة على اثنين. شوف كمان شغلة بدي انتبه لها اللي هي إذا كان في معاي جذر، يعني زي كيف لو كان حكالي واحد ناقص ثلاثة خمسة على أن الكل تحت الجذر كلياتها أس أن. هاي إيش السيكونس اللي معطيني إياها مباشرة. احنا ايش بنعرف؟ طالب الليمت ليمت لما ان حتقول للمال نهاية. الجذر هو عبارة عن الكل اس نص، يعني لما يحكي الجذر الاربعة هي عبارة عن اربعة اس نص وهي بتساوي اثنين، تمام. هاي شغلة. طب هسا هذا لو كان عندي هذا الجذر ايش بدي اروح اعمل فيه؟ مباشرة بحكي واحد ناقص ثلاثة على خمسة على ان الكل اس نص ومعاي ان رئيسية هيها هيك، تمام. شو ايش تحكي لي النظرية؟ اذا كانت معامل هاي موجبة يعني نفس الشكل النظرية اللي هي اي قوة كم؟ قوة ناقص ثلاثة على خمسة مضروبة في كم؟ كلياتها اس نص، يعني كم صارت؟ اي اس سالب ثلاث على عشرة. هذا اول واحدة. طيب نشوف كمان شغلة بسيطة. هاي رقم واحد. في كمان فكرة يعني ايش شكل، يعني هذا شكل ممكن بيجي بعطيني هذا الشكل كمان. في عندي كمان شكل جديد هو ايش بيجي بحكي لي انه يكون معطيني اياه، مثلا لو حكالي ان زائد ثلاث على ان زائد تسعة مثلا كلياتها ثلاثة ان زائد اثنين. وكالعادة بيكون طالب مني ايش الليمت. كيف بوجد الليمت؟ مباشرة بحكي مباشرة الليمت لما ان حتقول للما لا نهاية ان زائد ثلاث على ان زائد تسعة. بدي احكي لك شغلة هون، احنا ايش تعلمنا النظرية تكون هيك ان لحالها ما يكون معها زائد ارقام. يعني اول اشي بدي اعمل هاي الاسس في حالة الضرب تجمع، يعني هاي كانت بالاصلها ثلاثة ان مضروبة في ان زائد ثلاث على ان زائد تسعة كله قوة اثنين، تمام بهذا الشكل. طيب هذا هسه لو عوضت المال النهاية له عندي مشكلة. كيف كنت احسب الليمت للمال النهاية للكثيرات الحدود؟ اخذ اكبر اس، صح؟ تمام. بدي احلها بطريقة ثانية انه اذا سحبت عامل مشترك اسحب ان عامل مشترك او اقسم على ان، بتصير واحد زائد ثلاثة على ان على واحد زائد تسعة على ان الكليات تربيع، صح؟ طيب لو جيت عوضت المال النهاية يعني ايش صفت؟ واحد زائد ثلاث على مال نهاية يعني صفر على واحد زائد صفر تربيع يعني بتساوي واحد. يعني هاي منها كلها أن لما يكون عندي رقم هيك هاي بستفيدش منها غير انه ايش تعطيني كونستنت، هذا عبارة انه مضروب فيها. يعني هون طلع معي واحد، تمام، زائد
يعني انه صارت ليمت لما انحى تقول للما لا نهايه. نفس الفكره هون، اذا كانت عندي بهذا الشكل بروح بقسم على ايش؟ على ان او بسحبها على المشترك. نفس الشيء صفت 1 زائد 3 على ان، على 1 زائد 9 على ان. هاي ليش اختلفت عن هاي؟ هاي لانها في عندي الاس الان، وهاي كانت عندي رقم. باجي ايش هسه على المباشر، الشكل المباشر ايش بيجي حكالي؟ هذا الشكل لحاله زي هيك شو كانت حسب النظرية؟ اي قوة كم؟ 3 على اي قوة كم؟ 9، كلياتها اس 3. اتفقنا هيك صح؟ اذا هذا الجواب مضروب في 1. اذا ايش صف الجواب؟ 1. الاسس في حالة القسمة تطرح اي ناقص 6 الكل اس 3. يعني ايش صف الجواب؟ اي قوة ناقص 18 او 1 على 18 اي قوة 18. هيك بيكون خلص هذا يعني سكشن 11 3 11 4، هذول بيكونوا خلصوا.